و ركلة جزاء إذا للدحيل. العربي يوسف يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. هاتا جونجول، المنطقة هذه منحوسة مقرودة، انطرد فيها حارس مرمى الدحيل والحركة للجزاء مجانية. العربي طار وتقدم والجول الأول يأتي لصالح الدحيل. الهدف الأول يأتي إذن لصالح الدحيل بركلة جزاء. كما نتابع يوسف العربي على يمين الحارس عبد الرحمن محمد، ومن خلالها أول أهداف هذه المباراة. إذن يوسف العربي سجل أول أهداف المباراة بهذا الشكل بركلة جزاء. ركلة جزاء كانت